بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بدون أهداف. في بداية الحلقة، أسرة البرنامج تتمنى الشفاء العاجل للأستاذة الصحفية هبة سليم رئيس تحرير البرنامج، وتتقدم أسرة البرنامج بخالص التعازي لقبيلة عنزة وآل الهزال الكرام في وفاة الشيخ زيدان خلف الهزال، للفقيد الرحمة وللأسرة خالص العزاء. زي ما عودناكم، الحلقة عبارة عن فقرتين. الفقرة الأولى عبارة عن فقرة بعنوان قال الراوي، بطلها الأستاذ محمد مطر العنزي، ويكون بضيافته أستاذ خلف بن حديد المبارك. ودي الفقرة دي بناء على طلب المشاهدين. طبعا كلنا نعرف القليل عن معركة ذي قار. النهاردة الأستاذ محمد خلف العنزي هيكلمنا عن معركة ذي قار باستفاضة، وهيكون معاه أستاذ خلف بن حديد المبارك. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم طبعا في حلقة جديدة من برنامج بالأهداف، طبعا مع المذيع المتألق شريف فاروق، وأشكره وأشكر الطاقم الموجود مع الضيف المميز الأديب المعروف خلف بن حديد آل مبارك. له مؤلفات كثيرة عن البادية وعن التراث وعن القحطانيين وعن العدنة وأشياء كثيرة. يا عادلا لامرئ قد هام في الحضر، وعادلا لمحب البدو والغفر، لا تذممن بيوت الخف محملها، وتمدحن بيوت الطين والحجر. يوم الرحيل إذا شدت هواجسنا، شقائق عليها مزن من المطر، نطارد الوحش والغزلان نلحقها، على البعاد ولا تنجو من الضمر، على البعاد وما تنجو من الضمر. ومن مؤلفات من أعلام أصول العرب وصحراء العرب، وله مؤلف آل هذال، ومؤلفات كثيرة سيقوم بشرحها لكم. فالفرصة الجميلة مع الأديب خلف بن حديد، وبحضور الأديب الأخ العزيز عبيد العجلاني أبو فرحان. فالأخ عبد السلام، مساك الله بالخير. يا مرحبا أبو جاسم، وحياكم الله، وأنا أشكر القناة اللي أتاحتنا لنا هذه الفرصة، وأهلا وسهلا فيكم وبالجميع، ومرحبا ومسهلا بإخواننا المشاهدين. أبو عبد السلام، تشرفنا فيك. وفي سؤال عن معركة ذي قار وكثرت فيها الأقاويل، ونبي نعرف دور قبيلة عنزة في معركة ذي قار، يا ريت تشرح لنا بما أنك صاحب تاريخ ومؤرخ وباحث في المجال البادية. فأتمنى أنك تشرح لي وللأخوة المشاهدين وحتى الأجيال القادمة تعرف دور قبيلة عنزة في هذه المعركة التي هزم فيها الفرس. يوم ذي قار يوم من أيام العرب انتصر بها العرب على الفرس، وسببها أن كسرى طلب من النعمان بن المنذر تزويج ابنته، فرفض النعمان بن المنذر وقال: أما في بقر السواد وفارس ما يبلغ كسرى حاجته؟ فعلم كسرى بذلك الخبر وغضب، واستدعى النعمان بن المنذر. وهنا عرف النعمان بن المنذر أنه مقتول لا محالة، واستجار بقبيلة بكر بن وائل وفي تعدادها عنزة، وأرسل أهله وسلاحه وودائعه إلى بكر بن وائل، ومن ثم سار إلى كسرى لعل وعسى أن يعفي عنه. وما كان من كسرى إلا أن قام وقتل النعمان بن المنذر. وعندها أرسل كسرى إلى هاني بن مسعود الشيباني زعيم قبيلة بكر بن وائل يطلبه الودائع، نساء النعمان بن المنذر وسلاحه، ورفض هاني بن مسعود الشيباني ذلك. عندها أعلن كسرى الحرب على بكر بن وائل، والتقى الجمعان في بطحاء ذي قار، وذي قار عين ماء
لبكر بن وائل، وتقابل الجمعان واقتتل قتال شديد. عندها أدار الله خيل بكر بن وائل على الفرس وانهزموا، وعندها شد الحوفزان الحارث بن شريك الشيباني على الهامرز قائد الفرس وقتله، وأدار الله خيل بكر بن وائل على الفرس حيث ضرب الله الذلة على الفرس وانهزموا شر هزيمة. عندها قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اليوم انتصف العرب من العجم وبنصره. كذلك تغنى الأعشى بهذا الانتصار وقال: لما التقينا كشفنا عن جماجمنا ليعلموا إننا بكر فينهزم، لو أن كل معد كان شاركنا في يوم ذي قار ما أخطأهم الشرف، في يوم ذي قار ما أخطأهم الشرف. سلامتكم. صح لسانك، وصراحة معلومات أثريتنا فيها وراح يستمتعون فيها المشاهدين. شكراً أبو عبد السلام على هالمعلومات وعلى بيت أبيات الشعر الجميلة. أبو عبد السلام يا ريتك تحدثنا عن طبعاً الشيخين اللي هو ابن هذال وابن مهيد مصوت بلعشة، وعن صنية ابن هذال. يا ريت نسمع منك هذا الشيء. حياك الله يا أبو جاسم. وما ذكرت من بيوتات العرب كآل هذال وآل مهيد لهم مكانة في الأوساط العشائرية، وآل هذال زعماء قبيلة عنزة، وضرب فيهم المثل صنية ابن هذال كناية عن الكرم، فكان ابن هذال يشعل النار ليلا ليهتدي إليها عابر السبيل، ويهتدي إليها الضيف، ويهتدي إليها الجائع والمسكين. وضرب بهذه الصينية المثل حيث قالوا صينية ابن هذال. ومن الأشعار التي قيلت بهذه الصينية حيث يقول الشاعر: تلفي على بيوت الشيوخ النظيفات، تلقى عليهم مدهمين الدبيلة، وإن قام قايم باليدين الخفيفات، بنبهر يغذي هوى الراس هيلة، ويا ما حلا ونقيل يا خليف قم هات، صينية ينخون رجال تشيله، تفصمت لو ما حلاقه قويات، من قرح الخرفان وذناب حيلة، من قرح الخرفان وذناب حيلة. نعم، وفيهم الكرم المشهور، وهم من بيت كريم المحتد طيب المحفل. هؤلاء آل هذال فيهم فرسان وشجعان، منهم جديع بن هذال، منهم مشعان بن هذال، منهم عبد المحسن بن هذال، ومنهم محروت بن هذال، ومنهم فهد البيق الهذال، وكلهم شيوخ شجعان وأمراء وكرماء. أما بالنسبة لابن مهيد، ابن مهيد مشهور ضرب فيه المثل، ابن مهيد مصوت بلعشة. ابن مهيد أول ما صوت بلعشة يقولون أنه جغثم ابن مهيد في برية خيبر، ومن بعده جاء أبناءه وأحفاده، وفي عام 1910 اجتاحت المنطقة مجاعة كبرى، وعرفت هذه المجاعة باسم جلغيف، وهي عام 1910، حيث قام حاكم ابن مهيد واستأجر أفران الرقة وأخذ يوزع الخبز على الأهالي لكرمه. وقيل فيه: راكب من فوق مامونه، سلم على شيخ الأطرافي، مرخص حلاله بطابونه، يوم الحطب دمها السافي، يوم الحطب دمها السافي. وسلامتكم. أبو عبد السلام، ما هي علاقتك بالأدب؟ يعني ريت تشرح لنا عن الأدب، وهل هو دراسة أو عشق أو بحث، أو ريت تشرح لنا يعني عن الأدب. أما علاقتي في الأدب فمنذ الصغر كنت أستمع لأحاديث الآباء والأجداد وما يروونه لنا من حكايات وروايات من وحي بيئتهم التي يعيشون فيها، فكنت أستمع لبعض القصص التاريخية وبعض القصص الخرافية. أما بالنسبة للقصص التاريخية كقصة سيرة بن هلال وزير سالم وسيرة عنترة، والقاص مرات من خلال خياله الواسع يأتي بقصص خيالية نستأنس من بعدها، وعادة تنتهي هذه القصص بالحكمة والموعظة. أما في عهد النضج أخذت أتردد
على المكتبات وعلى المعارض، معارض الكتب. ألقي نظرة على بعض كتب التراث، وكثير من كتب التراث استهوتني، وخاصة الموسوعات التي صدرت في العهد المملوكي كتاريخ ابن خلدون والقرغشندي والنويري وابن خلتان وغيره من هذه الكتب. فهذه الكتب تحدثت عن تاريخ العرب وعن الموروث العربي، فكانت زاخرة بالتراث ولازلنا نحن ننهل منها. كذلك في العهد الحديث أو في العصر الحديث أخذت أقرأ لكتب المستشرقين الذين جابوا البلاد العربية ولم يتركوا واديا ولا سهلا ولا جبلا ولا خربة من خراب وطننا العربي إلا أن كتبوا عنها، حتى أصبحنا نحن العرب عالة على هؤلاء المستشرقين. ومن ثم صارت لدي خزانة كتب لا بأس بها من خلال جمعي لها وإطلاع على بعض الكتب التي أنا جمعتها، وأخذت أن أبحث في هذه الكتب حتى أصدرت قرابة 10 كتب تختص بالتراث العربي، منها آل حدان ومنها أنساب العرب ومنها تتحدث عن الموروث الشعبي وكثير من هذه الأمور. رجعنا لكم بعد التقرير ونشكر الأستاذ محمد مطر العنزي. الفقرة الثانية هيكون معانا ضيفين مميزين جدا، المستشار كمال يونس المحامي بالنقد. اهلا سياده المستشار. اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ شريف. اهلا نورنا. بيك فندم. اهلا بيك فندم. اهلا بيك. والدكتور عيد علي نائب رئيس مجلس اداره جريده انباء اليوم المصريه وعضو مجلس امناء مدينه 15 مايو. اهلا بيك. اهلا وسهلا فندم. اهلا بحضرتك. احنا هندخل في الموضوع على طول. يا ريت. احنا النهارده هنناقش قانون التصالح في مخالفات البناء. نعم. يا ريت حضرتك يعني تقرا لنا مواد القانون قبل ما نبتدي قراءة من غير شرح. تمام. وبعد كده بس نقول يعني جملة مفيدة لا محل من الإعراب بسرعة. ماشي. ان هذا القانون هو حديث الساعة في المجتمع المصري وجميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية تناولته وتتناوله الآن. فالحقيقة أنا بوجه الشكر ليكم أن أنتوا اديتوا اهتمام لهذا الموضوع الذي يهم قاعدة عريضة من الشعب المصري. دي بداية. نيجي بقى نقول نصوص القانون في جملة مفيدة لا محل من الإعراب. طبعا وكان سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أصدر القرار رقم 1 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضحها. المادة الأولى قالت إيه؟ مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحل العام يجوز التصالح. يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2008 وما قبلها من قوانين. تمام؟ تمام. المادة الأولى نصت قالت إيه؟ يحظر، أنا بختصر عشان إيه يعني في إيجاز يعني. يحظر التصالح يعني حظر على أي من المخالفات المتعلقة بأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا أو اتفاقا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوي الشأن فيما يتعلق بها. المادة الأولى قالت يحظر التصالح على المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة التيار المدني. دي المحظورات. دي المحظورات يعني الحد كده اقف قبل ما يدينا المباحات ادينا المحظورات. شكرا. شكرا
أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة أو البناء على الأرض المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه أو على الأرض الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل. تمام. المادة الأولى دي استثنت إيه بقى من الحظر ده؟ حظر ده استثنت منه إيه؟ استثنت المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام والكتل السكانية القريبة من الأحوزة العمرانية. تمام. وتوابعها واللائحة التنفيذية بقى حددت معيار القرب ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق وجزئية خاصة فيما يتعلق بالأراضي الزراعية طبقا للتصوير الجوي في 22/7/2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق. طيب نروح للدكتور عيد. حضرتك شايف يعني ايه وجهة نظرك في 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 هذا القانون؟ هو الجزء الأخير ده تعديلات للقانون لأن القانون كان سيء جدا للغاية، بدي فرصة 6 شهور بس، حطيت لك المكتب الاستشاري هم مكتب أو 2، الناس كلها تتجمر وتروح عندهم. كان في معوقات كتير، فتقدم طلب من الحكومة وتقدم طلب من بعض الأعضاء بتعديل القانون وفعلا اتعدل 1/2020. هو فرصة للمخالفين، ولما أقول مخالفين أنا أقدر أقول لك حسب ما النسب اللي أثيرت 50%، يعني لو قلنا الثروة العقارية عندنا 100% هتلاقي 50% منها مخالف، وهنتكلم في الأجزاء دي بعدين لأن في مشاكل كتير مترتبة سواء على القانون أو على تعديلاته ومش عارف هيحلوها إزاي. يعني أنا مش عارف كمان البرلمانيين هيحلوها إزاي ولا الدولة هتحلها إزاي. يعني هي مشاكل معقدة. لكن ليه التاريخ 22/7/2017 ده اللي اتعمل عليه المسح لعملية القوات المسلحة، فأصبح عندنا مش هينفع واحد يجي على أرض زراعية يبني ويقول لك لا أنا كنت باني قبل كده، لا كله متصور خلاص. التعديلات دي فيها فايدة، يعني بنناشد الناس اللي عندهم مخالفات دي فرصة. ليه؟ أول حاجة في الأول كنت بتروح لمكتب استشاري أو 2 كانوا بيتاجروا فيك. لا دلوقتي فتحوا عندك، ممكن تجيبها من مكتب استشاري، ممكن تجيبها من الجامعة كلية الهندسة، من بعض الاستشاريين اللي معاهم نقابة المعتمدين. المعتمدين فالمجال كويس. كان الأول بتدفع فايدة 7%، لا دلوقتي اتقسطت لثلاث سنين ومن غير فوائد. طيب بتدفع 25. انت دخلت في الـ في الـ في الـ في الموضوع مباشرة يا دكتور. تمام. انا عايز بقى نقطة مهمة جدا عايز أسيرها مع الدكتور مع المستشار كمال يونس. هذا القانون وفق أوضاع كثير من الناس. أنا يعني دي أسئلة جات لي على الصفحة بتاعتي. طبعا واحد وفق أوضاعه وصلت له جميع المرافق بطريقة أو بأخرى. ماشي. فأنا عايز أشوف مع حضرتك هذا الموظف اللي أعطى صاحب العمارة تصريح بالمية والكهرباء والمجاري، هذا الموظف بيطلق عليه في القانون؟ أنا على فكرة دارس قانون بس ما اشتغلتش بمهنة المحاماة. يطلق عليه موظف عام. تمام. يعني موظف ابن الدولة. تمام. أنا لما أجي هو بعض الـ 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 اللي بيشتكوا بيقولوا إيه؟ إحنا إيه دخلنا؟ إحنا رحنا قدمنا للحصول على الخدمة وحصلنا عليها. بطريقة أو بأخرى. يعني طب إيه رأي حضرتك في الكلام اللي أنا بقوله ده؟ تمام. إذن لي بس الأول أقول لحضرتك نبتدي من الأول. وأرجو عشان إحنا بنخاطب قاعدة عريضة من بس انا عايز اخاطب
مش 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 القاعده المحاميين والمستشارين اللي زي انا لا خاطب الشارع. انا عايز دول عارفين راجل الشارع اللي هو استاذ شريف انا عارف المستشارين والقضاء والمحامين ورجال القانون فاهمين انا بخاطب الشخصيه العامه اللي قاعده بتتفرج علينا دلوقتي واللي عايزه تستفيد من المعلومه اللي هنديها لها. ماشي اتفضل. اولا اي واحد رايح يشتري شقه الاول بس عشان نبتدي كلامنا عليه ان يتوجه او يكلف شخصيه ان هي تروح تسال على ثلاث حاجات. اولا انا مش قاطع حضرتك معلش ما تقاطعنيش انا بتكلم انا عايز على فكره خلي بالك معلومه يا سياده انا بدي معلومه يا سياده المستشار نعم الراجل اللي قاعد اللي جاي من الصعيد او بحري او اي مكان في الجمهوريه نعم اللي انت بتحكيه ده مش هيعمل مش هيروح يسأل مش هيروح مش م م م يعني هيكلف محامي يروح ولا هيكلف محامي خلاص يبقى يتحمل ما انت بتقول لي ايه بقى يعني انا عايز اسال حاجه يا جماعه ما يسالش على ملكيه الارض ما يسالش على الرخصه ما يشوفش الرسومات الهندسيه طيب انا بتكلم عموما ما عملش كل ده خلينا ما انا عايز ابتدي من اول السطر لا احنا عايزين اللي هيفيد المشاهد ما اللي هيفيد المشاهد اللي انا بقوله انا عارف الاجراءات اللي حضرتك قلتها دي طيب انا بتكلم على ايه فيما بعد يعني انا دلوقتي بخاطب واحد بكره رايح يشتري شقه ماشي خلينا كده بقى معقول. ماشي. ايوه ما انا عايز الناس تستفيد لا بس ملايين اتضرروا من هذا القانون هقول لهم يا ايه الوضع ايه بس انا بتكلم دلوقتي عشان بكره الصبح بكره واحد رايح واخد شنطه ورايح يشتري شقه فبقول له يا استاذي الفاضل تدخل على البائع تساله على ثلاث حاجات تقول له انت مالك الارض يقول لك قول له فين العقد المسجل يقول لك اهو تاني حاجه فين الرسومات الهندسيه يقول لك اهي فين رخصه المباني يقول لك اهو يشوف الشقه مطابقه وموجوده تمام بالنسبه لك انت يا دكتور لا تمام في جزئيه هو بيتكلم دلوقتي على الجديد يا فندم بيتكلم على الجديد برضو على بكره لو واحد معلش احنا اهالينا ويعني مش هيسال مش هيسال ده الطبيعي احنا عايزين نحكي انا بقول له دلوقتي انا الغرض من البرنامج ده ان انا اوصل معلومه قانونيه اللي جاي لواحد بكره طيب خلاص بقى انتهينا يعني 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 بعد يعني لو بكره واحد راح اشترى شقه او طلعت مخالفه يتحمل وزر الكلام ده سياده المستشار كلامك كويس قوي بس في جزئيه انا بتكلم على بكره انا بتكلم دلوقتي انا جاي على 3 مليون مخالف بس انا لسه ما دخلتش يا جماعه انا ما دخلتلهمش طب اتفضل اتفضل انا بتكلم على بكره تمام ايه اللي يحصل اللي رايح يشوف الثلاث حاجات دول ويطمن لي خلاص طيب ايه اللي قبل كده بقى ايوه واحد النهارده راح واشترى شقة وطلعت هذه الشقة مخالفة عليه اولا لازم نشوف المخالفة لحد امتى 2017 ما احنا برضو عشان نبقى واضحين عليه ان يتقدم بطلب للتصالح طيب السؤال اللي يتبادر الينا دلوقتي وانا ذنبي ايه هو ده كم ايوه هو ده السؤال هو ده هقول لك يعني انا ذنبي ايه انا دفعت انا ذنبي ايه ان انا ادفع ثمن خطأ غيري خطأ غيري بقول له انت هتدفع واطمئن حقك هيرجع لك لان انت النهارده لما هتدفع بالمستندات اللي انت دفعت بيها دي عليك ان تعود على صاحب المبنى بمطالبة بالمبلغ اللي انت دفعته ده وسوف تحصل عليه تمام بس في مداخلة هنا نعم صاحب المبنى ده اللي انا خدت منه الايجار نعم. مات مش الايجار البيع البيع اشتريت منه مات الورثة عملها وباعها لواحد وواحد باعها لواحد وانا جيت دخلت انا ما اعرفش انا مخالفة انا جاي لحضرتك عندك عمارة قلت لك انا عايز شقة تعال دخلت جوه بصيت لقيت فيها وصل ميه بتقول لي ادي اخر وصل ميه ادي اخر وصل كهرباء ادي اخر وصل غاز تمام. طلع العقد اكتب تمام. الطبيعي همضي على العقد وهعمل مش هاخد وراح اسال تمام خلاص ليه بقى مش هسال الحاجات دي طلعت ازاي تمام حلو ما طلعت علشان في واحد في الحي مرتشي تمام نتكلم مبدئيا انا بقى كساكن انا اشيل انا حسب القانون او التعديلات نعم. انا اشيل اخطاء واحد مرتشي نعم.
خد رشوه وطلع المبنى، اشيل اخطاء واحد طماع اللي هو طلع بالادوار زياده، وفي الاخر خالص انا اللي قاعد في العين. أيوة. يعني انا اللي هدفع. تمام. يعني انا اللي هروح اتصالح. مزبوط. طب حلو قوي، لما اجي اتصالح انا واخد شقه 100 متر. تمام. ساعه ما خدتها كانت ب 100,000. نعم. هروح اتصالح ادفع 100,000 تاني، اشتري الحاجه مرتين. تمام. تتحل ازاي بالقانون دي؟ لا ما انا بقول لك بقى في الحته دي. انا عن نفسي انا مش موافق عليه. مين قال لك؟ انا بتكلم على فكره، هناك فرق بين ان انا اتمنى شيء وبين ان انا اتعامل مع امر واقع. سيادة المستشار انا بنقل لك صوره. لا لا لا. صوره الناس بتقولها لنا. ثواني ثواني، الناس بتقول انا عايز كده. امر واقع. لا ثواني، انا عايز حل. حل ايه؟ حل يبقى القانون يتعدل. احنا هي دي. يا سياده المستشار يبقى القانون يتعدل. المستشار بس ثواني. احنا قاعدين على الهوا النهارده. تمام. مش عايز يعني كلنا كده قاريين نصوص قانونيه وعارفين القانون. عايزين حلول يا سيدي. ماشي انا معاك. هل هاجي لك للسؤال المهم بقى اللي يهم الناس كلها. انا دلوقتي كنت باني عماره. تمام. ماشي. قبل 2008. ماشي ماشي. تمام. وخدت جميع الموافقات. الموافقات. تمام. ماشي. تمام. زي ما دايما بقولها، هو الدكتور قالها مباشره عشان موظف مرتجع، انا هقول لك بطريقه او باخرى. ماشي, ماشي. خدت موافقاتي. تمام. ماشي. تمام. دلوقتي هل القانون بيطبق بأثر رجعي؟ بأثر رجعي؟ آه. يعني ايه يطبق بأثر رجعي؟ يعني ما انا كده بحاسب الساكن العين. أي. على مخالفات حصلت في 2006 و2007 و2008. تمام. او 2005 و2006 و2007. تمام. بحاسبه النهارده. ماشي. انا بسهل عليه. حيو. لكن المبدأ نفسه المبدأ خاطئ. تمام. لان القانون اللي احنا درسناه في كلية حقوق بيقول لك لا يطبق بأثر رجعي، يستفاد منه. صحيح. لو فيه انت ناسي ان هناك الجريمة المستمرة. ما دي بس دي لا تنطبق عليها الجريمة المستمرة. انا بقولها لك اهو. ومن الممكن ان ينص في ذات المادة التي اجازت ان هو يطبق عليه انه هذا القانون يسري برضو غير دستور. برضو اطعم بقى. انا مش شوف انا احنا بنتكلم. طب ما احنا على فكره ما احنا جايين هنا يا سياده المستشار. انا عايز اتعامل مع امر واقع. لا انا مش لا عايز بنظريه الاحلام. انا مش انا متفق معاك. لا هذا بص القانون بص 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 هذا بص القانون اضر بناس كتير. ثواني جدا. ثواني. وناس مظلومه. لا انت فاكر ان انا بقولها لك. القانون مش هيرضي كل الناس. بس في حاجه يا سياده المستشار، في جهابذه قانون في مصر. نعم. ماشي. نعم. محدش خطر على باله. اصل دي مش من ضمن من ضمن الجرائم المستمره. هو لسه القانون ده لسه امبارح. لا ما احنا بدانا القانون بيتعدل. لا لا ده التعديلات. التعديلات بس هنا في برضه حاجه تانية برضه بعيد عننا شويه. ودي نقطه بقى يعني الناس اللي عايزه تضحك هنقول لكم على نقطه على قانون التصالح. لما تيجي قريه في الصعيد والقريه دي افتكروا ان دي املاك دوله، طبعا اللي قاعد في البيت ده وارث من الاب والاب وارث من الجد والجد وارث من الجد، هاتوا لنا الورق اجيبه منين؟ ده كانت ايام الملك. حلو قوي. نص البيت ده اللي هو ثلاث اوض ده تبع الدوله، والنص الثاني يعني اوضه والصاله تبع الدوله. نعم. الكلام ده حقيقي يا جماعه وانا هجيب لكم الورق لو عايزينه. الاوضه والصاله دي تبع الدوله. طيب. والنص والصاله يعني دي تبع حضرتك. يعني حضرتك هتعمل ايه دلوقتي؟ هتهد النص. حضرتك يا سياده المستشار جاي النهارده. ممثل. للدولة. ها؟ جاي تحكي. أنا بدافع عن دولة. عن فلسفة القانون. أنا مش عارف يعني مش عارف اللي أصدروه أنا بتكلم على إيه؟ لا 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 أنا هقول لك على حاجة. أنا بتعامل مع أمر واقع. أنا بقى بعمل إيه؟ أنا النهاردة هصطدم بالقانون. عندما ألجأ إلى المحكمة. فأول حاجة لو لقيته أنه مخالف سوف أطعم بعدم دستوريته. واعتقد على فكرة ان المحكمه الدستوريه كفيله. على فكره يا سياده المستشار. نعم. لو طالب. نعم. في اولى كليه حقوق. نعم. انا يعني من موقعي ده. وبقول لك ان انا مش عالم بالقانون. انا ممكن ارفع القضيه واكسبها. تمام. بعدم الدستوريه. بس هقول لك لازم يكون لك صفه ومصلحه. ما هو شروط الدعوه. لا. شروط لا الدعوه لا ليها لا شروط. طب انا ليه صفه ومصلحه؟ ايه هي؟ ليه عندي شقه متضرر واخد شقه مخالفه؟ ده موضوع متضرر. لان الدعوه لها شروط. طب خلينا نكون منصفين. هو اولا التعديلات هي كويسه جدا جدا لشريحه معينه. نعم. بمعنى ايه؟ انا واحد من الناس في المدن الجديده. نعم. انا خدت سكن
السكن ده انا اللي بنيته، ده في بعض المدن يعني مثلا زي عندنا في مايو، فانا بنيت السكن وانا اللي خالفت، ده ما حدش يضحك عليا بقى، لا انا اللي خالفت تمام، انا ما جيتش لقيت المخالفه، وطلعت وعملوا لي ادوار معينة. يعني عندنا من ضمن الشروط انك ما تطلعش بالسطح بسلم عادي، لازم تطلع بسلم محاري، يعني فتحة كده نص متر وتطلعها. انا خلفت بقى وخليت طلوع السطح بتاع البيت بتاعي اللي انا بانيه اربع ادوار طالع سلم عادي. لا انت مخالف. تمام. يا عم ده جوه البيت، لا انت مخالف. تمام. بالرسم. حلو. مخالف للرسم الهندسي. في الحالة دي سهلة او الصالح انت استفدت. نعم. ليه؟ تمن خسائر الهد وتشيل والازالة كتير، لا اتصالح والمبلغ اللي هيجي لك حلو. انا ما بتكلمش على دول، المجموعه دي ماشيه هتستفيد. الاراضي الزراعيه اطلاقا اتكلم عنها وده قرار عسكري الكلام منتهي فيه. انا بتكلم على الشرايح اللي جات لما انا الاقي اسكندريه ثلاث ارباع الاسكندرانيه ان شاء الله كده يعني هيعملوا ايه؟ هيجيبوا فلوس منين؟ طيب تعال نروح للقرار الثاني اللي سووه المحافظين، ما كل دي عوار موجوده عندي. يعني ايه حضرتك سايب لكل محافظ يقدر سعر المتر؟ سعر المتر في محافظه زي المنيا ب 3000 جنيه للمتر، اروح لقلوبيه لقيته المنيا 3 كتير او 2000 يعني تقريبا المنيا اعلى حاجه. على فكره على فكره اعلى حاجه على المنيا. فكره انا من ملاوي في متر وليا زوجتي من بني مزار، في ارض اتباعت في بني مزار في شارع المتر ب 60000 جنيه. حلو. انا دلوقتي في حسب التعديلات السائب للمحافظ التقدير، محافظ عملها ب 800، محافظ تاني عملها ب 2000 او ب 1000. نعم. طيب انا اسف دي اسمها اهواء، طالما في قانون ما اصل القانون يعني ايه؟ مفيش قانون بيفصل لفرد ولا شريحه معينه. استحالة. قانون يبقى قانون، ما يبقاش قانون. يبقى ما دي ما سيبهاش للمحافظ طبعا، والا بقى معلش انا محافظ مش من المنطقه، دخلت حاليا وبقيت انا محافظ المنيا بدل المحافظ الموجود. نعم. يا جماعه المتر عندي هخليه لكم 300 جنيه 150. بس اعتقد معلش برضه يا دكتور، ما ينفعش. اعتقد ان المحافظ مش هياخد القرار ده الا بلجنه معينه عنده في المحافظه اعتقد، واللجنه دي بتكون مهندسين. ما احنا بنطالب بالعداله حضرتك. لان برضه انا عندي هنا معلش يعني في هنا عندي ان الماده الثانيه من القانون على نصت على تشكل بكل جهة إدارية مختصة على نحو المبين في المادة الرابعة من مواد إصدار القانون البناء المشار إليه لجنة فنية. صحيح. تمام. أو أكثر من العاملين بها تكون برئاسة، يعني منصوص عليها برضه موجود فيها متحددة، استشاري جميل. متخصص في الهندسة الإنشائية وعضوين اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين بنقابة أحدهما متخصص في الهندسة المدنية وخد دي بقى وممثل من الداخلية. وزارة الداخلية. ده صحيح. فأنا يا أعتقد يا سيادة المستشار. نعم. يا سيادة المستشار. نعم. القانون ولد ميتا أو تعديلات القانون. تمام. ولدت ميتة. تمام. لأن هو هنقسها على أي، سيبك من الجريمة المستمرة، دي الجريمة المستمرة خلاص لها خلاص دي 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 حالات خاصة طبعا طبعا، لكن دي ما تعتبرش جريمة مستمرة. تمام. أنا زي ما قلت لحضرتك وعيدها تاني، أنا كمقاول أو صاحب عمارة. نعم. قدمت بالطرق الرسمية. تمام. على مية نور كهرباء خدتها. طيب. ماشي. هل والموظف ده زي ما قلت لحضرتك ده ابن الدولة. تمام. ابن الدولة. تمام. يبقى أنا حاسب ابني على ما اقترفوا من اخطاء. صح. ولا روح للشخص التاني اللي خد مالوش ذنب وقدم وخد. هي دي. تمام. احنا عايزين ده بقى. هو انا يا جماعة انا دلوقتي مش محاسب. انا متفق معاكم، بس انا مختلف معاكم في جزئية ايه؟ بتكلم نصوص قانون. ان انا بتعامل مع امر واقع دلوقتي. انا قدامي حالة فبتعامل معاها. طب ما احنا دورنا هنا، انما انا لو قعدت اقول دورنا هنا. طيب. تغيير الامر الواقع، ما فيش حاجه اسمها امر مش واقع. مش هتقدر تغير الا اذا انا بس لحظه انا بتكلم على مجلس الشعب. طب هنعرض مشكله بس نتكلم فيها. نعم. معلش انا مش هجيب كل المشاكل، هي طبعا فيها بنود عوار كتير قوي. نعم. خلاص انا مش راجل قانون، انما راجل شارع. لا معاك معلش انا كراجل شارع. تمام. بتكلم مثال، انا في شقه. تمام. الشقه دي انا اشتريتها رسمي ودفعت فلوسها رسمي. تمام. في الدور التاسع انا ما اعرفش ان هو كان 8. خلاص. ايوه. السؤال بقى. أيوة. يا دوله. أيوة. يلي حطيته التعديلات وحطيت القانون، مين اللي يدفع؟ انا
ولا صاحب العقار؟ وما تقوليش أرد عليك صاحب العقار مشي. أرد عليك أنا قلتها لك أنت اللي هتدفع وترجع عليه بالمبلغ بتاعه. لا 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 ثواني بس اجيبه منين؟ ده القانون. ثواني لو لا لا القانون يبقى قانون القانون قانون معروف. لا ده انا بقولها لك القانون مش ده. هنا في النص هنا بيقول ايه؟ ده بالعكس هو بيقول اللي بتقوله احسن كمان. بيقول لك ان المصالحه بتكون لمالك العقار. مالك ماشي. لا 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 لمالك العين. لا يا فندم صاحب المخالفه الحائز لحائز العين. ايوه الحائز العين. انا ادفعها ليه بقى؟ ده سؤالي. انا ادفعها ليه؟ ما انا دافع. انا بقول لك ايه؟ انت هتدفع وهتاخدهم. هاخدهم ازاي؟ بترجع عليه بدعوه. لا لا هجيبه ده القائد. هاجر. انت عايز ايه؟ هاجر. اقول لك لا القانون ما بيقولش كده. انا بوجد لك حل. انا دوري بوجد لك حل. على فكره ده حل 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 غير منطقي. مفيش حاجه اسمها هتعمل ايه؟ ادفع وارجع عليه. يبقى هيجوا يكفوا. لا يبقى في تعديل تاني. تعديل ماشي يا ريت. ماشي يبقى في تعديل. يا ريت. ثواني يا ست المستشار. في تعديل. الناس هتدفع من هنا. وانا بقول لك ثواني يا دكتور. ثواني يا ست المستشار. يبقى في تعديل تاني. ان هو الغرامه اللي تيجي تيجي على مالك العقار. فين هو؟ ثواني بس ثواني. ما انا هقول لك الدوله اقوى مني انا كشخص. الدوله تقدر تجيبه من تحت الارض. ازاي؟ ما تقولش الكلمه دي. شخصيه ده في شخص. انا اقول لك على حاجه. ده كانوا بيجيبوا شخص وهمي وطلعوا الترخيص باسمه. يا ما تخليش اقول أيوة حاجات عارفة. غلط. ما انا عارف على الهوا. طب سؤال لسياده المستشار. كان بيرتكبوها يا فندم. في سؤال معين معلش. احنا دلوقتي القانون اتعمل، التعديلات اتعملت، اعملوا التصالح حلو قوي. السؤال بقى اللي انا عايز اعرفه. الباشا اللي خد الملايين. أيوة. وزور وارتشى. أيوة. في الحي. أيوة. وضعه ايه في القانون ووضعه ايه في الدستور؟ تمام. موظف الحي اللي ادى الموافقه. نعم. وده بدور زياده ومشي حالك اثناء الموجه اللي فاتت. أيوة وكلنا عارفين. السؤال اللي انا عايز اساله. السؤال اللي انا عايز اعرفه. الباشا ده اللي اكتسب. تمام. وضعه ايه في القانون؟ تمام. انا الغلبان. يبقى انا جاي على الغلبان حاز العين ودفعه. الباشا ده وضعه ايه؟ ايه اللي اتحط له؟ ولا حاجه. بس. يعني انا سايب يكبر. ولا حاجه. في القانون مفروض. انا عايز دي. بس انا هو يعني الفساد الاداري ما زال موجود. انا اختلافي معاكم واختلاف الراي رحمه. صحيح. انا بختلف معاكم في ايه؟ انا بتعامل مع امر وانا قدامي واحد سخن. تمام. فانا بديله اسبرين على الاقل عشان الحراره تنزل شويه واعرف اتعامل معاه. المستشار. انا بتعامل مع امر يا واقع. المستشار. نعم. احنا مش جايين هنا عشان نتعامل مع امر واقع. امال عايز ايه؟ ثواني بس. عايزين نرجع لناس حقها. عايز ترجع لناس حقها. يبقى لازم القانون ده يتعدل. ما القانون ده بصوتنا احنا. ما احنا الصوت. ما احنا صوت. هيعدلوه ازاي؟ لو سكتنا يبقى احنا راضيين عن القانون. ومين قال لك ان ساكت؟ مين اللي قال لك ان ساكتين يا ريس؟ النهارده كل وسائل الاعلام المقروءه والمسموعه والمرئيه واخده القانون ده على قلبها. افتح النهارده على فكره الفضائيات. على فكره على فكره كله بيناقش القانون والمميزات اللي وماله. حققها في التصالح. ماذا على فكره ما احنا بنناقش الاثنين. انا هدي ميزه بس العيب. لا لا لا. عمل على فكره كله متجاهل. نعم. ساكن العين. تمام. كله ايه متجاهل ساكن العين. يعني العبء كله جاي على ساكن اللي العين. هي النسبه الكبيره. نسيوا بقى موظف الحي. نسيوا المقاول الحرامي. نسيوا اللي انت حضرتك بتقول عليه اللي هو مش عارف ايه اللي انت قلته. نعم. في العربيه. نعم. نسيوا كل ده الكحول. وكله جاي الكحول. هو ده. ما انا مش عايز اتكلم بس. لا هو ده مش نسيوا يعني. كل ده. أيوه. وجايين على مين؟ نعم. على ساكن الـ الطرف الضعيف في المنظومه كلها ساكن العين. تمام. يبقى ايه؟ ادفع وبعد كده ادفع ومعلش يعني زي الكلمه اللي بتتقال على المصطفى. في لغز تاني موجود. تخيل انا جيت دلوقتي لا انا خلاص انا مخالف. يعني انا مش هدخل في السلبيات. انا مخالف. تمام. ورايح اعمل التصالح. تمام. الطبيعي ان انا في الاول طبعا الناس كلها هتروح هتبقى زحمه وكورونا والكلام ده. تمام. ما علينا هنحط الكلمات ونركب فوق بعض. وشفناها في التلفزيون الناس كاننا في سوق شبرا يعني. تمام. وصلنا لغايه هناك ودفعت. المفروض ان انا بدفع الاول تقريبا من 25%. لا لا لسه بدفع في الاول. الطلب لا 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 الطلب 25 لما يعرف ان هدي الغرامه. لسه الطلب من 500 ل 5000. تمام. دفعت. تمام. هيجي بقى المهندس الاستشاري والكلام ده وهنجيب الصور والحاجات اللي حضرتك قلتها. تمام. مكتوبه لغايه اللحظه دي. انا هنا في وضعين. اما ان انا كان مرفوع علي قضيه. نعم. لان كنت مخالف. نعم. فدي بيبقى حاجتين على القانون هنا. تمام. في ناحيه جنائيه وناحيه اداريه. وفي ناحيه اداريه. نعم. ممكن اكون خدت منها براءه بس لسه الاداريه موجوده ولا اليقين. حلو. ناحيه جنائيه. نعم. دي رقم واحد. نعم. عملت التصالح جم بصوا قدروا المبلغ بتاعي.
ولغايه دلوقتي مفيش حاجه. نعم. يعني دي الميزه للي هيقدر، اللي هو المخالف، وهتستفيد من خلفيتك. خلفيه برضه واتعرض للحته دي لو سمحت. طب ماشي. الناحيه القانونيه. تخلص واتعرض ليها. انا دفعت دلوقتي. نقطه مهمه جدا جدا. حسبوا لي المبلغ على حسب المحافظه، لان ليها حسابات كتيره جدا. البراءه ليها نوعين. براءه شكليه وبراءه موضوعيه. ليها حاجات كتير، اولا المبلغ بيتحط، انت واجهه ولا مش واجهه، بحر ولا مش بحري، على شارع عمومي، دي ليها حسابات كلها. حسبوا الكلام ده وعرفت القيمه بتاعتي ورحت دافع. طيب. دفعت 25%، ودي الميزه للناس اللي هتستفيد منها. وثلاث سنين على تتقسط على كده. دي ميزه حلوه قوي. طيب. دول الشريحه المستفيده. طيب. انما اللي احنا كنا بنتكلم عنه وهي الاغلبيه العظمى. نعم. اللي هم السكان. نعم. مش الاملاك، مش المالكين. أيوه. المال خلاص انت عملتها في نفسك وانت قاعد في العين هتدفع. ماشي خلاص. الجزئيه الثانيه. تعالى بقى لو قفلنا دي كلها، تعالى ندخل على الكوره. نعم. لا الكوره كلها مخالفه. نعم. الراجل بتاع القريه الغلبان المزارع ده اللي بيطلع له في اليوم 20-30 جنيه. نعم. لما تقدر له مثلا 50 ولا 70 ولا 80 الف. نعم. ما هو لو معاه كان اشترى مثلا. طب ده هنحلها ازاي؟ الجزئيه بس في جزئيه اتفضل حضرتك يعني لو سمحت. تعرضت للناحيه الجنائيه وهي الجنحه وقد يحصل على براءه. في حاجتين وبنبه برضو وبقولها دي مهمه، يمكن البراءه قد تكون براءه شكليه أو براءة موضوعية. البراءة الشكلية إن هي أنا مثلا رحت وتصالحت ودفعت فباخد براءة. خلاص. وفي براءة موضوعية ألا وهي إن أنا قد أكون مثلا بنيت خارج خط التنظيم. صحيح. فقررت المحكمة ندب مكتب الخبراء ليندب بدوره خبير من وزارة العدل. للانتقال الى عين النزاع لمعاينه العقار على الطبيعه وبيان عام اذا كانت المخالفه خارج خط التنظيم او داخله. تمام. فجال خبير وقال لا ده داخل خط التنظيم ومفيش، فاخدت براءه موضوعيه. حلو. البراءه الموضوعيه دي يا جماعه انا بقول كلام كبير قوي ناس كتير هتفهمه وناس كتير مستنياه. البراءه الموضوعيه دي هيكون ليها مدلول كبير جدا 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 غير البراءة الشكلية. الحكم هو اللي هيقول الكلام ده. دي بس ايه يعني الشيء بالشيء يذكر عشان الدكتور تعرض ليها. حضرتك بقى سؤالك وانا معاك. بتاع القارية. بتاع القارية ده هيعمل ايه؟ هيتصرف ازاي؟ هيتصرف ازاي؟ اللي وافقوا عليه. اصل في تخلي بالك ده في مشكلة. انا ممكن اقدم واعمل كل الحاجات دي وما يتوافقش. ليه؟ نفترض العماره رحتها عند حضرتك عملت عماره. ناس التصوير اللي هو في شهر 7 ده غير التصوير. لا لا لا، مع الاستشاري اللي هيجي ده مش هيلعب. خلاص. ده هياخد مجسات من الارض ويشوف المبنى هينفع ولا لا. تمام. وهيشوف الخرسانه عنده هو المهاره بالاجهزه بتاعته. تمام. طلعناها مش مناسبه. هي هده. طب والسكان اللي فوق؟ على دماغه. يروحوا فين؟ ما يا جماعه قاعدين في البرلمان بتشرعوا يعني فين الحاجات دي بالنسبه لكم؟ لا لا انا متفق معاك ولذلك ايه؟ لحد النهارده وانا بكلمك اللي تقدم طلب تصالح 336,140,000 من 3 مليون لحد النهارده. الفتره السماح لحد 30/9 خلاص احنا وانا بقول من دلوقتي ده شهرين ولا وانا بقول وعلى مسؤوليتي هتتمد سوف تمد 6 اشهر وافتكروا كمال يونس بيقول يا سياده المستشار أنا ثواني برضو لا ثواني مدوها 5 سنين. نعم. ماشي. ما الظلم احنا عايزين نرفع الظلم عن يعني المظلوم في المنظومه يترفع الظلم عنه. مش هنحدد مين المظلوم. انا مش مختلف معاك، ده انا متفق معاك فيها. طيب. بس انا بختلف معاكوا في حاجه ان انا بتعامل مع امر واقع دلوقتي لحد ما يتم التعديل. انما احنا بننادي، انا بقول لك في ناس انا 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 يعني انا اعرف وجالي النهارده تليفونات كتير ان ناس فعلا يعني القانون ده مش هيهد حياتهم هيدمرها انا متفق معاك بس انا اختلافي ان انا بتعامل مع امر واقع دلوقتي علي ان اتعامل معاه لحد ما يتم تعديل القانون. انا متفق مع القانون 100% انك انت تطبقه على المخالف انما انا ضد صاحب المخالفة. انا مش مخالف انا جيت وخد انا بتحاسبني على فعل غيري هو ده النقطة اللي أنا بتحاسب عليها. وعلى فكرة أنا بتحاسب على هنا على جريمة ارتكبها من هنا ارتكبوها 2 ثواني موظف الحي اللي ارتكبها أيوه والبتاع بص يا العقار نفسه بص يا دكتور اتفضل أنا بقى من هنا بطالب بمحاسبة جميع
رؤساء الأحياء اللي حصل في عهدهم حصل في عهدهم هذه المخالفات. يبقى انت بتقول على كل على الكل على الكل اللي يطلع مدان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قال ايه؟ صحيح لا احد فوق القانون. تمام ماشي تمام. اللي يطلع مدان هو ورثته ده في رؤساء احياء مليارديرات. نعم يعني لازم يتحاسبوا يا فندم. انا اقول لحضرتك حاجه ما ديش على الغلبان اللي هو ساكن العين اللي واخد شقه يا شريف بيه. لحظه بس لحظه معلش انا اسف. هي العماره اللي طلعت دي انا موجود في حي العماره دي طلعت بريموت كنترول ولا هو استفزاز وخلاص؟ نعم. يعني هو داس على زرار العماره طلعت ولا طلعت على مراحل؟ على مراحل وبتوع البلد كمان طلعت ممكن تكون في فترات. انتوا تعلموا جيدا ان كان هناك فترات انفلات حلوة. فمن الممكن هي تكون طلعت فيها. خدوا بالكم برضه يعني قد ايه؟ يعني مش هتبقى النسبه دي يعني لا نسبه كبيره لا نسبه كبيره في 2011 و2012 لا نسبه كبيره حلوه في طب واللي قبل كده؟ بص يا سياده المستشار لا اللي قبل كده يا سياده المستشار يا سياده المستشار المفروض ان هم اللي بيشرعوا في البلد عقلياتهم اكبر مننا مننا مش طبعًا. مش مش اكبر طبعًا. مني فلازم يتنبهوا النقط زي دي نعم. مثلا على سبيل المثال لو لقوا نسبه كبيره من المباني طلعت في 2011 و2012 يبتدوا يستثنوا هذه الفتره بطريقه او باخرى. انا ما اعرفش يعني مش هفتي انا على فكره انت تكلم كلام منطقي جدا انا متفق معاك فيه بس في حاجات خارج ما تقدرش يعني ما تقدرش تقول ايه انا بستثني 2011 لا مش وإلا في الاستثناء بس احنا عايزين حل. احنا مش جايين هنا معلش عشان نتكلم ونقول يا جماعه 1 2 3 4 الحلقه دي ما طلعناش منها بان في نتيجه وحد من المسؤولين اللي بيسمعنا يحط الحاجات دي كويس قوي لان احنا لينا حسابات. اول حاجه القانون اللي طلع اللي مليان عيوب مين اللي اقره؟ نعم مين اللي اقره؟ مجلس النواب. مجلس النواب ومين اللي طلع العيوب فيه؟ ما هو مجلس النواب هو حضراتكم يعني انت بتطلع قانون وبتوافق عليه بالاجماع وينزل ويصعب. انت عارف رئيس مجلس النواب قال لك ايه؟ قال لك الحصيله ايه؟ صفر. الحصيله صفر ليه؟ انت لو كان المفروض دلوقتي دي ليها مبلغ معين من المال حاجه مش عارف 880 مليون حاجه زي كده. الفترة اللي فاتت كلها في القانون اللي جه ده لسه قايلها عن الاسبوع اللي فات قال لك الحصيلة بتاعت القانون صفر مفيش محدش راح تصالح محدش راح يا فندم. ده هم دلوقتي عدلوا عشان الناس تروح وكان في حد بيروح بعد التعديل اللي هو صدر في هو اتعمل التعديل بقى علشان الناس تروح في 14/3 انا هدي يعني وعلى فكرة القانون ده معمول يا ست المستشار يعني ايه حاطين له اسباب موته واسباب ازاي الناس تخالفه واسباب ازاي الناس تلتف عليه. تمام يعني كل يعني محطوط القانون ومحطوط الانتي فايروس بتاعه ازاي هتلف ازاي هتلف منه ازاي. فاحنا احنا من دورنا هنا ان احنا نوعي مش هنوعي دي ناس واعيه وفاهمه وعارفه بتعمل ايه بس ممكن يكون حاجه ياخدوا غفلوا عنهم خلوا بالكم في ناس مظلومه ده اكيد 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 اكيد. طب احنا سعدنا بيكم وشرفتونا اهلا بيكم وعايزين ان شاء الله في حلقات قادمه ان شاء الله الموضوع مهم ان شاء الله واحنا ناقشناه من زوايا مختلفه مش يعني لله. مش من زاويه واحده طبعا. كلمه اخيره لسياده المستشار اتفضل. انا بقول ان فعلا القانون في اجحاف بناس كتير جدا انا متفق بيه بس انا كراجل قانون بتعامل مع امر واقع وبقول برضو اي حد رايح يشتري شقة من النهاردة يا جماعة ارجوك عقد الارض الرسومات الهندسية رخصة المباني ومفيش مشكلة لاي زميل محامي صغير اتفضل يا استاذي وادي اتعاب بسيطة هتشتري بيهم مبالغ كبيرة ممكن انت تغرمها فيما بعد. ارجوكوا 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 يعني اهتموا بالموضوع ده. طيب كلمة اخيرة كلمة اخيرة بالنسبة للي هم من السكان واللي هم بنين دي فرصة ليك انك تروح توفق اوضاعك هتدفع مبلغ بسيط وصاد حاجة كبيرة انت عاملها بدل الهدم. لو انت في الحالة دي روح من بكرة. الناس التانيين يعني انا بصراحة مش هقدر اقول لكم اي حاجة لانك انت بتدفع ضريبة واحد غيرك ودي في حد ذاتها انا مش ماشي معايا نهائي. ضريبة ان الدولة معرفتش تربي الموظف بتاعها. ماشي تمام سعدنا بكم ونرجو ان نكون قد اسعدناكم. الف شكر يا دكتور.